للعام الخامس على التوالي أقيم في منطقة الشون الجنوبية بالأغوار الوسطى مهرجان الخبيزة الذي ضم مجموعة كبيرة من الفعاليات الزراعية بتنظيم من جمعية أبناء الوادي ومشاركة العديد من الجمعيات الخيرية في المملكة، حيث تضمن المهرجان العديد من الفعاليات التسويقية والإنتاجية والحرفية التي تسهم باستقطاب الزوار الباحثين عن الدفء والترفيه في مناطق الأغوار. ويقول السيد محمد عطية منظم مهرجان الخبيزة إن التنوع في الفعاليات وتسليط الضوء على منتجات الغور الطبيعية والبعلية من شأنها أن تزيد من الوعي العام بأهمية استغلال تلك المنتجات وتنشيط السياحة الداخلية والوافدة التي يعمل المهرجان على تشجيعها وتوسيع رقعتها. هذا المهرجان الذي نحتفل بافتتاح دورته الخامسة في هذا اليوم هو المهرجان السنوي الخامس للخبيزة، والخبيزة هي اسم رمز اخترناه لبركة هذه النبتة ولتوفرها ولفوائدها الغذائية والصحية، لكن هو مهرجان شامل لكل منتجات الأرض، منتجات وادي الأردن الذي يعتبر سلة الغذاء للأردن وما بعد الأردن منذ سنوات عديدة، فهو لجميع المنتجات النباتية والحيوانية، وخاصة تركيز أيضا على منتجات ربات البيوت حتى نساعد هذه ربات البيوت بأن يكون لديها مصدر دخل إضافي بتسويق منتجاتها البيتية. ركز على موضوع آخر كمان حضرني، وهو التشبيك والتعاون والتنسيق مع أهلنا في غرب النهر. إحنا اليوم عندنا وجود بوفد كبير موسع من أهالينا في أريحة، عندنا ممثلين من البلدية، عندنا ممثلين من القطاع الزراعي، عندنا ممثلين من القطاع العسكري التدريب، عندنا عدة ممثلين مواطنين من قطاع السياحة، عندنا عدة مواطنين من أريحة. فهذه هي عناصر المهرجان الأساسية: المواد البيئية الزراعية الصحية الطازجة أن تتوفر للمستهلك مباشرة من المنتج، وبهذا تختصر المسافات التسويقية وتختصر الكلف، مما يوفر بضائع جيدة وطازجة بأسعار معقولة للمستهلكين وبفائدة أكبر للمنتجين. يعني حدث رائع وجيد ونافذة تسويقية للمنتجات الزراعية العضوية زائد النباتات البرية الطبيعية، اللي واقعيا هي تعود بنا في الذاكرة إلى التاريخ عندما كنا نعتمد على هاي المنتجات البرية في الغذاء والدواء أيضا، ولا تزال هاي الأهمية موجودة. وإحنا واقع الحال يعني في وزارة الزراعة نشكر الجمعيات الخيرية والتعاونية والمجتمع المحلي على المبادرات الحادثة إلى تسليط الضوء على المنتج الزراعي العضوي، وبنفس الوقت لتسويق منتجات بنات وأبناء الريف والحرف اليدوية، ولهم طبعا كل الشكر. ونتمنى لهذا المهرجان أن يعود بالفائدة على جميع مرتاديه، خصوصا كمان أنه يوجد مرافق ونشاطات ترفيهية في منطقة مثل منطقة البحر الميت وغور الأردن في هذه الوقت من السنة، قد يكون فرصة جيدة لأهلنا في عمان أنهم يرتادوا هذا المهرجان ويساعدوا أيضا في تسويق المنتجات للنساء الريفيات في هذه المنطقة. أنا هاي المرة الأولى اللي بزور فيها مهرجان الخبيزة، وحقيقة المهرجان رائع لعدة أسباب. أولا موقع المهرجان له علاقة بمنطقة تراثية وحلوة جدا لأنه داخل مزرعة، وزي ما بتشوف كمان حتى الإطار المعماري بغاية الجمال. اثنين، بهذا المهرجان بيشجع الحرفيين وخاصة السيدات اللي عندهم مواهب وحرف أنهم يلتقوا في هذا المهرجان ويعرضوا منتجاتهم، وبالتالي بيصير في بينهم تشبيك، وهذا التشبيك ممكن يساعدهم بتطوير المنتج والتسويق. وأعتقد هذا اللي إحنا دائما بنحكي عنه في الأردن، إنه إحنا بحاجة لزيادة ورفع الكفاءات للسيدات لإخراط خرطهم بسوق العمل، وأعتقد هذا المهرجان بصب بذات الهدف، وخاصة إنه مهرجان تراثي وجميل واسمه بغاية الجمال مهرجان الخبيزة.